السلام عليكم. شي مرات كيجيك واحد الشعور غريب، ما عرفش اش من الاحساس، ولكن كيخلي بصمة ديال الخوف. خوف من الذات ومن الناس، خوف من الافكار ديالك والقرارات اللي غادي تاخد في حياتك. واحد الشعور كيسيطر عليك وعلى الجسد ديالك، كيسيطر على الافكار ديالك، وكتولي كاع الافكار ديالك مشتتة. تفتقد لشي حاجة، ولكن ديك الحاجة انت ما عارفهاش. باغي تخرج من داك الشعور وتهضر مع الناس، ولكن ما قدرش تعبر على شنو كيدور في بالك، ما قدرت تقول والو، غير الخوف كيبقى ديما مسيطر عليك، بحال راك في وسط الظلام وما عندك حتى شي بلاصه تمشي لها. ما عرفتش صراحه واش انت كتحس بهذا الشعور، شعور ديال انه انت بوحدك، حتى واحد ما كيبغيك، حتى واحد ما كيحس بنت شنو كتحس، واخا تعيا تهضر حتى واحد ما كيديها فيك، وبلي انت بوحدك في هاد الدنيا. ما عرفتش واش انت هكا ولا غير انا.